نكسر الصعب ذات نفسه دي عندنا فينا كلنا، واحنا كشعب مخلوقين بيها. هم معروفين ان هم عندهم بناء قوي، عندهم لعيبه كويسه، بس احنا بنلعبهم من هنا قبل من هنا. مصر دي عندهم بعضة، احنا عندنا كعبنا طول عمرنا عالي على نيجيريا، كعبنا طول عمره عالي على غانا، كعبنا طول عمره غني على الفرق الافريقية الكبيرة. احنا بنلعب باسمنا ومجهود في ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. انا عندي ثقة فيكم، عندي ثقة فيكم عامية، وعندنا خامات كويسة جدا 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 جدا. فاكرين لما انا قلت لكم ان انجولا خدت كاس العالم عشان كانت تركيا وحشه والبرازيل وحشه؟ انا بشوف هو تركيا بس اللي عندها هو اثنين لعيبه اللي هو عثمان وولاد الرفيع، ده اللي انا قلت لكم عليه. لا وفي باريش وفي لا كذا واحد دول، احنا بس احنا نوصل الاول نعدي المرحله الاولانيه، نوصل بس احنا نفكر في نعدي المرحله الاولانيه بعد كده نفكر الاول بس في افريقيا ان شاء الله، نخلص افريقيا على خير باذن الله.